سمعنا عزاب الشباب 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 الذي يعاني في غمار الشوط الثاني. كرة من هناك لعبت وصلت التوزيع من هنالك على اقصى اليمين اقصى اليمين البحث عن الكرة وخروج موفق يعني مرفع بخارج القدم التسديد على الطائر والفاول لمصلحة التي بطن من يستعد الكرة اصابة خطيرة خطيرة الكرة طالت بعد ذلك شباك التونسي واعطت الاسبقية لمصلحة الاتحاد كما يقول المثل ذاقت ذاقت ولما حكمت حلقتها فرجت بهدف ثالث لمصلحة الاتحاد على حساب الشباب كرة من هناك لمصلحة الشباب النقلة قصيرة على اللمسة البحث عن الممر البحث عن المسار السلام عليكم. بالنسبة للتظاهرة أطفال تريزوميا الحمد لله جازت بخير كما حبيناها. فرحنا الدراري هادوما وين كي تشوف الفرحة تاعهم هذيك هي لو بليزير ديالنا يعني. ونشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد والسلام عليكم. نشكر المنظمين، نشكر طاقم الجمعية، نشكر الجميع اللي تعاون من قريب ومن بعيد، بارك الله فيكم جميعا. وكذلك نطلب من السلطات المعنية الجمعيات كلهم اهتمام بهذه الفئة المحرومة وإن شاء الله ربي يوفقنا في تظاهرات أخرى وبارك الله فيكم. بمناسبة عيد الطفولة قامت جمعية الحسام الرياضية سيدي عبد الله بإحياء تظاهرة رياضية لفائدة أطفال تريزوميا، وهذا بحضور قدماء لاعبي اتحاد العاصمة وشباب الوزداد. نطلب إن شاء الله دعم مبادرات من هذه وإن شاء الله تكون انتفاضة طيبة من الجمعيات أو السلطات لهذه الفئة المحرومة. ونشكر كل من لبى النداء من المنظمين، كل من ساهم من قريب أو من بعيد لإحياء وإنجاح هذه التظاهرة، وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة